يسأل ويقول: أعمل في محل لبيع الملابس الجاهزة، والعمل يتطلب مني أن أكون موجودا بعد العشاء، وفي رمضان لا أستطيع صلاة التراويح في جماعة، وربما يستمر العمل مني حتى قبل الفجر، فهل علينا إثم في تركها؟ وهل يجوز لنا أن نصليها قضاء بعد الفجر؟ الإثم ليس عليك الإثم في ترك صلاة التراويح لأنها سنة، والسنة من فعلها يثاب عليها، ومن تركها فلا إثم عليه. صليت قبل الفجر ولو ركعات يسيرة وختمتها بالوتر فلك في ذلك الأجر إن شاء الله، وإن لم تتمكن وقضيتها من النهار فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته قيام الليل الوتر يقضيه في النهار مع شفعه. نعم، جزاكم الله خيرا. ما معنى الشفع لو تكرمتم شيخ صالح؟ يعني يشفع الوتر بدل أن يكون ركعة واحدة يمنه ركعتين. نعم، يعني إذا كان يصلي 13 ركعة يجعلها 14 ركعة. بارك الله. إذا كان يصلي 11 يجعلها 12، إذا كان يصلي 3 يجعلها 4، وهكذا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.